أطياف نبيل تزاحم الكبار أمام المختبر بمستشفى الثورة، وبعد انتظار طويل أخذت منها عينة الفحص، ومثلها الطفلة منار حمزة التي تعاني الحمى الشديدة، ويتوقع أن تكون إصابة الطفلتان بحمى الضنك المنتشرة هذه الأيام بقوة بمحافظة تعز. المشكلة أنه الفحص واحد فقط لأكثر من 300 مريض كما تشوف الآن في الطابور، يعني الخدمات منعدمة تماما، جبايات فقط من المستشفى والخدمات ما فيش. عندي حمى ما فيش أكل، خمول واصل، ما تصحيش أبدا، على الفراش أبدا واصل، يعني ترجع أكل ما فيش، شرب ما فيش، أي حاجة كل شيء ترجعه. أما الطفل محمد أمين فيرقد بالمستشفى بعد قدومه من مديرية صالة، وبالغرفة المجاورة يرقد أيضا إبراهيم وهيب والذي يسكن مديرية القاهرة، وغيرهم الكثير يعانون حمى الضنك، يراجعون المستشفيات بالعشرات. فقد استقبل قسم الباطنية بمستشفى الثورة خلال الأيام السابقة 328 حالة مؤكدة ومتوقعة. لا يوجد في المستشفى أي خدمة مقدمة مجانية، الفحوصات لا تقل عن الفحوصات في العيادات الخارجية سوى 500 ريال، وكل الخدمات تشتريها من برا، تزيد تخسر مسافة ومشوار من داخل المستشفى لخارج المستشفى من أجل أن تحصل على كانيولة أو شرنقة أو مغذية. لا يوجد أي خدمة تقدم مجان لا بالمستشفى الجمهوري ولا بالثورة ولا بالعسكري. نستقبل بالحالة الضنك في اليوم الواحد لا يقل على مدار 24 ساعة 100 حالة، أكثر الحالات اللي تجي بالحمى بالصباح في الفترة الصباحية وكمان الفترة المسائية. أكثر الفئات هي الأطفال اللي يتعرضوا لإصابة الحمى الضنك. اجتمع الفقر والبيئة الملوثة والأوبئة والحصار على أبناء تعز، ولا تحرك للجهات الرسمية حتى اليوم للسيطرة على حمى الضنك ومساعدة السكان المزدحمين في المستشفيات التي لا تملك أكثر من 10 أسرة عناية يتبعها أجهزة تنفس صناعي فعالة، في محافظة تعداد سكانها 5 مليون نسمة. وبهذا أذن للموت أن يتمشى في أزقة تعز مرتديا لثام الضنك، والجهات المعنية ترتدي لثام الصمت تجاه الجائحة.